إلا مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يد بيضاء طوقت الرقابة، لقد وضعته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا. هكذا مدحه شاعر العروبة أحمد شوقي، وهكذا يسير أهل الجزيرة سلانج في بداية مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الموكب المهيب، تحية للمسلمين في كل مكان، واحتفالا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عم ضياؤه الكون كله، والذي حق علينا أن نحتفل به في هذه المنطقة التي عرفت بنار القرآن، والتي عرفت بأنها بمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة. فاجتمع أهل الريف الشمالي وأهل المنطقة جميعا في هذه البقعة في جزيرة سلان، جزيرة الفكل لمين والدمحقين، احتفالا واحتفاء ببداية أيام مولد المصطفى. وتتواصل الاحتفالات بإذن الله تعالى، وقد حضر هذا الاحتفال كل المحبين وكل الناس رجالا ونساء شيبا وشبابا. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى كل مسلم في كل الأرض، داعين الله أن يوحد الإسلام المسلمين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يعيد لهذا الدين مجده وعزه كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكما كان على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نحتفل بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الأيام الطيبة المباركة الذي ولد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، نحتفل بهذا المولد العظيم أو بدأ الرسالة ومولد النور عليه الصلاة والسلام. ودرجة جزيرة سلانج وكل عام تقيم هذا الاحتفال احتفالا بقدوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونهني الأمة الإسلامية على في مشارق الأرض ومغاربها بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على بلاد الإسلام بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام، وأن ينصر أخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. هو الأمة، هو الدين والدنيا، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي من أجله خلقت هذه الدنيا. نحن اليوم نحتفل بعيد ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كل عام في كل سنة وإلى أن يرث الله الأرض من عليها نحتفل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الكنز، هو النور، هو الذي وجده الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وهو الذي وجده الله سبحانه وتعالى لنا ليقيمنا في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم، وليعطينا أملنا في هذه الدنيا، وليقربنا من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد النور وآله وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة الجزيرة إسلان، نزف التهاني والتبريكات لجميع شعب السودان عامة. اليوم هذه الاحتفائية الكبيرة تتكرر كل سنة احتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. هذه الاحتفائية الكبيرة بمنطقة الجزيرة إسلانج، وهذه الحشود كلها محبة وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. صدق المولى عز وجل النكل على خلق عظيم. ما شاء الله، الليلة ناس أهل الجزيرة كلهم محتفلين بمولد زفة الحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فرقة تراس، فرقة نحاس الجموعية، والفرق جميعا شرفونا بقدر عظمة الحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الليلة إن شاء الله الأيام دي أيام فرح وأيام سرور وأيام عزة خاصة للحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الناس تكسر الصلاة على الحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نحن في احتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحق لنا أن نفرح بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنه الهادي إلى جنات النعيم، ولأنه أخرجنا وأخرج جميع الأمة. فكان الأنبياء من قبله يرسلون إلى قوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة صلوات ربي وسلامه عليه. فحق لنا أن نفرح بمولده وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه. سعيدين جدا جدا بهذه المناسبة الدينية العظيمة، مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يجدد علينا كل عام، وسعيدين جدا بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا الموسم موسم الخيرات، إن لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها، فده موسم للخيرات. أنا تتعرف على الشمائل المحمدية، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المناسبات الدينية العظيمة، وكذلك يعني نغرس فينا حب المصطفى لهؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال. شفنا في هذه التظاهرة الدينية تظاهرة اجتماعية كبيرة جدا جدا، الناس اجتمعت لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ومن الإيمان. فكل شفنا الناس كلها خرجت عن بكرة أبيها بكل عفوية وبكل تلغية، محبة في الحبيب صلى الله عليه وسلم. والعنده محبة زي ما قال الشيخ فرح والتكتوك الحكيم السوداني المشهور: العنده محبة ما خل الحبة، وان ما عنده محبة ما عنده الحبة. فكل هؤلاء نحسب انهم يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله يعني شفنا تلاغح اجتماعي كبير جدا ما بين المنطقة بتاعت الريف الشمالي كلها، جزيرة سلانج وسروراب والنوبة كلها في محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والناس خرجت في هذه الزفة للمحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وعداك تغام الندوات والمحاضرات والدروس والعبر عشان تتحدث عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والشمائل المحمدية. فهذه موسم للخيرات وموسم للنفحات وموسم للإيمانيات. نسأل الله يعني يتقبل مننا ومنكم ويعود علينا الميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد من أخذ الدروس والعبر المستفادة، الناس المحبة والاتباع مع بعض يعني. والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربة تنعم بالخير والأمن والاستقرار.